لحظات وباش نسمعكم بطبيعة الحوار اللي كان ادى به دكتور منصف بن عبيد لقناة الترجي الراديو التونسي على الديجيتال، نحكيو على ترجي بلوس. لكن قبل هذا التفاعلات كانت كبيرة برشا مع اللي قلته في حنبال، والناس تأثرت برشا على غيلان الشعلالي، لأنه كنت أشارت أنت سعد باقي أنه الإصابة ربما قد تتسبب لا قدر الله لا سمح الله في نهاية مسيرة غيلان. و خاضت الدنيا بلغتنا فيسبوك وصفحات تواصل والأندية الكل تقريبا دون استثناء معناها تعاطفوا جماهيرهم وحتى إداراتهم. للأسف الكلام اللي قلته أنت يبدو صحيح، لأنه بعد كيفاش نسمعوا تصريح الطبيب ما يبعدش برشا عن الكلام هذا. المهم سعد باقي، كنت تتصور أنه معناها الحكاية باش تدخل الحجم هذا؟ معناتها أنت عطيت معلومة عادية، أما الحجم كان كبير برشا، ممكن الناس تفاجأت بالخبر هذا. والله حنا كي تبدا عنا خبر نقولوه بقطع النظر عشان هي مشكور ردود الفعل، ما يهمني. اللي يهمني انا في الحكايه الكل، راني عمري ما قلت انه الاصابه باش تنهي حياته الرياضيه. عمري ما قلت هالكلمه هذه، ومانيش مسؤول على العنوان تحط باجتهاد خاطئ في فيديو وعباد تقف تقرا العنوان وتقوم تكومنتي وتقوم تسب. اسمعني انا اش قلت، ثم فيديو قدام حبوبك حلا، اسمعني انا اش قلت وحاسبني على كلامي. انا قلت الاصابه قد تؤثر على مسيرته الرياضيه، معناها مسيره فا كونتينيو، والاصابه مش تكون مؤثره. اش معناها مؤثره؟ متاثر له على مسيرته، معناها تتحير له دو زون طون، ما تخليهوش ستابل. هذا ايش قلت؟ وقتاش تؤثر؟ إذا كان ما يتمش علاجها، ونبهت إلى ضرورة علاجها على قاعدة، وقلت أنه علاجها راهو يزم يكون البرة من تورس، وإذا كانت تتعالج كم يلفو غيلان الشعلالي يجي يزيد يلعب 100 سنة أخرى. عمري ما قلت الإصابة راهي أنهيت له وحده. يجي يخرج لي واحد من نعرف شكون هذا اللي خرج في مع تحياتي الإي إف إم، أنا اللي قال شنو يعمل علاج طبيعي، انا يرمي في كلام هكاك نتاع ولا ما نعرف عليه واحد انا نكونو خارج ويرمي في الكلام بناء على العنوان اللي شافه في فيديو. عنوان وين؟ في فيديو في قناه حنبعل ولا في فيديو في اليوتيوب؟ في صفحه معينه فما فيديو في اليوتيوب محطوط فيها عنوان بالغلط. العنوان معناها المهم ناكدوا انه انت اشرت انه الاصابه تنجم تعطل مسيره غيلان الشعلالي، مش كما الناس اعتقدوا. قلتش ما قلتش تعطل المسيره، قلت تؤثر الى قد تعطل، معناها يغيب بالحرف الواحد كده. قد تؤثر على مسيرته، كيف نقول مسيرته معناها المسيره فا كونتينيي، مش معناها مش توفى. ما قلتش توفى مسيرته، ما قلتش مهدأ. المهم وقلت انه يلزم نداويوها باش ما تعطلوش مسيرته. هذا اش قلت معناها؟ ويلزم تداوى على القاعده وتداوى في الخارج، وذكرت فرنسا وقطر وواحد. وليت انا قلت انه غيلان الشعلالي معناها عيب. انا جيت كان جيت عمري ما قلت الكلام هذايا. واللي حب يعلق على انا اش قلت، مش على يقرا اربع كلمات، هو ما عندوش حتى ربع جرام جيش. تو انت تحب تتبع موضوع ما كسمع الفيديو الكل، باش تقف على العنوان وتجي تعلق. هذا اللي قلت لك اللي جاء في قال الناس ما عندهمش علاقه وانت عندك علاقه باش تجي في برنامج رياضي ولا في برنامج رياضي في اف ام، واحد مختص قال في الـ في الـ في العلاج الطبيعي. مش من زملائنا، ما ظهر لي اللي عنده. لا مش من زملائنا، كان جاء من زملائنا راتو نعملوا تليفون ونقابلوا نحكي وياه، فهمت؟ اما هو ضر له علاجه له طبيعي. لا. اصلا خاطر طول العبيد عندهم غرام طول يبدا يحب يسبك هكا طول. السيد هذا ندعوهم بعد باش يسمع التصريح نتاع الطبيب ويكلم طبيب الترجي يقول له بلي عملوا له علاج. لا وقال شنو وانا كنت مع غيلان وحكيت مع غيلان. شوف قل انا اللي حكيت مع غيلان، ولا نحكي معك انت، ولا نحكي مع مسؤولين في الترجي، ولا مع حتى واحد. انا اذا كان عديت شطر عمري في الميدان هذا، راني عندي آلياتي باش نجيب المعلومة. مانيش في لا في حاجة ليك ولا في حاجة لغيلان ولا في حاجة لحتى واحد من الترجي من مسؤوليها للعسيس بتاع باب البارك. واللي يشوفني غادي أنا أصلا في البارك، غادي في الترجي ولا بارك الكلوب ولا بارك الإتوار ولا بارك سفيقس، يجي يحكي معي يقول انت جيتك النار. عنا آليات عمل متاعنا وخدمتنا وبريتو. أنا إذا كنت تكلمت هما أهملوا النقطة الأساسية مهدي ما حكاوش عليها، وقعدوا تبعوني في حكاية كارير وفيت ولا ما فيتش. النقطة الأساسية المتسبب في ما حصل لغيلان، هذا هو الدباء اللي يجب تطرحها. النقطة الثانية مهمة جدا زيادة، ما قيل عن غيلان الشعلالي من دعايات ورجعوه الراجل عنده مش يرجعوه اسكوبار.
هذي زيادة أهملوه ما حكيوش عليه أنه الطفل معناها خطير الحكاية والطفل موجوع ومضروب. هذو ما لي دو بوان اللي كانوا يهموني في الموضوع كارير ومش كارير. وأنا لقلت أنا أورتوبيديس لقلت أنا طبيب ولاني بن عبيد هما يعرفوا هذوك كارير وكيفاش مش تكمل وما تكملش وشنو علاجه. أما أنا حسب المعطيات اللي عندي واني نقولها ونعاود نأكدها يداوى في فرنسا ولا في الأسبيطار في قطر. باه هاتوا نرجعوا للموضوع ده. رضا عندك تعليق؟ ذكر رضا عندي تعليق مدرب حراس موجود معنا.